السكشن الثالثة هي كيف فيك تكون حد الكاستمر تبعك. أول نقطة provide value. وقف تعمل focus how to sell how to sell how to sell وstart focusing on providing value. زبون تبعك لشو بحاجة؟ كيف فيك أنت تكون حدهم بهالأوقات الصعبة؟ النقطة الثانية don't hit and run. هاي شغلة جدا 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 سيئة. لزبونيتك حيتذكروا على مدى جدا طويل بعد ما تقطع الأزمة أنت كيف عملتهم. هل استغليت الظرف تتغلى الأسعار بشكل مش طبيعي؟ هل كان فيك تقدم سيرفيس تتكون حدهم وما قدمتها؟ تذكر هالشي لأنه زبونيتك حيتذكروا على المدى الطويل. Keep your customer informed. بزنس تبعك فاتح أم مش فاتح؟ إذا فاتح نص دوام من أي ساعة لأي ساعة؟ شو المجرز اللي أنت عم تخدهم حتى إذا الكاستمر إجا لعندك يضل سيف؟ كتير أساسي تخلي زبوناتك معهم خبر بكل هالإجراءات حتى يضلوا يقدروا يلجأوا لك وقت يعزوك. النقطة الثانية Go to them. الكاستمر تبعك هلأ مش عم يقدروا هني يجي لعندك، روح أنت لعندهم. إذا منك أونلاين وما عم تعمل ديليفري، هلأ الوقت المثالي حتى تصير أونلاين. وفيك كمان تفصل قسم من موظفينك حتى هني يهتموا بالدليفري، أما تعمل سب كونتراكتينج لشركة دليفري خصوصي حتى هي تصير توصل البضاعة تبعك لزبوناتك. شو هن النيو أوفر اللي فيك تعملهم؟ يمكن فيك تعمل باندلينج لسام برودكتس، تعمل ليون ديسكاونت، يمكن فيك تحول الموديل تبعك لباي أس يو جو. فكر عطول شو النيو أوفر فيك تقدمه للكاستمر تبعك. النقطة اللي بعدها يور ريبيتينج كاستمر. حدد مين هن الريبيتينج كاستمر تبعك، شو السيرفيس أند برودكت اللي عم ياخدوها منك، وشوف بهالأوقات الصعبة كيف فيك تهتم فيهم. لأن your repeating customer هن الكاستمر يلي إلهم زمان عندك وإنت بدك إياهن يضلوا بعد لفترات طويلة عندك. النقطة التالية marketing. أكيد بهالأوضاع keep marketing. الماركتينج هي الشغلة الأساسية اللي حتخلي الزبونات تبعك يعرفوا هلأ شو البرودكت الأوفر اللي إنت عم تعملهم، وتخلي الزبونات يلي كانوا يشتغلوا من عند غيرك ممكن هلأ هو سكر شغله أم ما عم يشتغل يعرفوا فيك حتى يقدروا يجي لعندك. النقطة التالية والأخيرة يلي كمان جدا أساسية negotiate with your supplier. السبلاير تبعك هو كمان هيز بزنس اونر، وكمان بهمه أنت تضلك عايش حتى هو يضلوا عايش. negotiate with them new payment terms أم شو الفاسيلتيز اللي ممكن يقدموا لك إياها حتى تقطعوا هالمرحلة سوا. conclusion لهالسيشن بديك تفكر بشغلتين. أول شغلة جدا أساسي بس تخلص هالمرحلة تاخد وقت تقيم هالمرحلة كيف أنت تعطيت معها حتى تقدر تحضر حالك لا سمح الله لأزمات جديدة ممكن تواجهك. الشغلة الثانية فكر بهيدا الشيء، إذا أنت أخذت المسؤولية على عاتقك وقفت حد الكاستمر تبعك الموظف تبعك والسبلاير تبعك، إذا هن عملوا ذات الشيء وأخذوا المسؤولية على عاتقهم قديش البزنس والمجتمع تبعنا حيكون بوضع أحسن.